متتبعي قناة صدى فاز تيفي، صباحكم سعيد وتحية من الأعماق. تتابع اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان مشكل النقل الحضري بقلق كبير، وقد عقدت اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بجهة فاس مكناس مؤخرا اجتماعا مع مسؤولين من ولاية فاس. هذا الاجتماع التحضيري الذي حملت فيه اللجنة الجهوية مقترحاتها للجنة، وبعد النقاش تم رفع تقرير لوالي فاس بما جاء به من مقترحات لحل مشكل النقل الحضري بالنسبة للجنة الجهوية لمجلس جهة فاس مكناس. ومن المعلوم أن مجلس فاس سبق له أن عقد في دجنبر الماضي دورة استثنائية صادق فيها على مشروع الاتفاقية أو على الملحق 1/22، والقاضي بنتائج الاتفاقية التي ترأسها والي جهة فاس بحضور رئيس جامعة فاس ومجلس جهة فاس السيد مدير وكالة النقل الحضري لمدينة فاس مدير شركة سيتي باص. هذه النتائج التي صادقت عليها وزارة الداخلية، وتقضي باقتناء 227 حافلة بما قدره 23 مليار سنتيم، تساهم فيه الجماعة ب 21 مليار سنتيم، بينما الشركة تساهم بما قدره 22 مليار سنتيم، أي مجموعه 43 مليار سنتيم. وقد أسدل الستار على ما كان بين جماعة فاس وشركة سيتي باص من بلاغات ومن اتهامات متبادلة، وهكذا قلت أسدل الستار على تلك المرحلة التي عاشتها مدينة فاس. طبعا الاتفاقية تقضي كما قلت باقتناء 227 حافلة من النوع الرفيع، أي أنها تحتوي على أحدث وسائل النقل الموجودة عالميا. ولكن قبل هذه المرحلة اتفق الجميع على أن تضخ الشركة 50 حافلة مستعملة، ولكن مستعملة لنقل الساكنة في ظروف حسنة وباحترام التوقيت. لكن مر على هذه الاتفاقية أكثر من 6 أشهر، ولحد الآن لا زالت الشركة لم تلتزم بما التزمت به سابقا، أي ضخ 50 حافلة للنقل، مما جعل المواطنين لا زالوا يتسابقون ويتكدسون في تلك الحافلات المهترعة والتي تعتريها كثير من الأعطاب، وخاصة أننا نحن مقبلون على فصل الصيف وستزداد يعني معاناة المواطنين. أقول وإذا كانت يعني اللجنة الجهوية أنها تتابع هذا المشكل بقلق كبير وتطالب بإلحاح أن يحل هذا المشكل، لأن مشكل النقل الحضري هو حق من حقوق الإنسان، حق من حقوق الإنسان، وربما بالإضافة إلى ذلك فإن الساكنة استحسنت
هذه الاتفاقية التي ستحل هذا المشكل وستصبح مدينة فاس مدينة نموذجية في النقل الحضري. لكن لحد الآن يتساءل المواطنون عن تلكؤ وتباطؤ شركة سيتي باص في الالتزام بما وعدت به المواطنين. لأجل ذلك فإن لجنة الجهوية بالإضافة إلى المواطنين يلحون على هذا المشكل القائم والذي لا زال المواطنون بمدينة فاس يعانون منه الكثير. إلى هنا أعزائي عزيزاتي تنتهي هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في حلقة أخرى، متمني لكم التوفيق والصحة والعافية، ولكن لا تنسوا أن تنخرطوا في قناتنا لأن ذلك دعم لإعلامنا الجهوي الجاد. إلى اللقاء في مراسلة مقبلة إن شاء الله.